توقفت حركة الشاحنات التي تحمل مواد إغاثية وإنسانية في محيط معبر رفح اليوم بسبب عطلة يوم السبت من الجانب الإسرائيلي، ولم تسمح قوات الاحتلال بعبورها إلى الأشقاء في قطاع غزة. وتستمر قوات الاحتلال في اتباع مسلسل التجويع من خلال تقليص عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة إلى المعونات لمجابهة الجوع والمرض. المزيد مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لا زالت تغطيتنا مستمرة عبر شاشة القناة الأولى لحركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم توقفت حركة الشاحنات وأصيبت بشلل تام، وذلك بسبب أن اليوم هو يوم السبت وهو العطلة الرسمية للجانب الإسرائيلي من المعبر، وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تسمح بدخول أي من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية أو إغاثية أو دوائية من العبور من منفذ كرم أبو سالم، وتتجه إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. على مدار الأيام القليلة الماضية كان هناك تناقص شديد وتقليص كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد الشاحنات المصرية التي كانت من المفترض أن تتجه إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات يوميا ما يقرب من 20 إلى 30 شاحنة، وهذا العدد هو عدد ضئيل جدا وعدد فقير جدا لا يتناسب أبدا مع الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق. هذا بالإضافة إلى التصعيد العسكري والهجمات العسكرية المستمرة على مناطق متفرقة في أنحاء القطاع، والتي يعني تودي بحياة العشرات والمئات يوميا، هذا بالإضافة إلى الإصابات الكبيرة في الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. إذن نحن أمام مشاهد متكررة يوميا، سواء كان باستمرار القصف الإسرائيلي أو بتقليل عدد الشاحنات التي تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.